بهذه الإشارات عبرت زبيدة عن سعادتها للمشاركة في برنامج لنكن معهم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنظمه جمعية المستقبل لتنمية المرأة بتريم، وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية. البرنامج يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمعاقات واليتيمات، ويدربهن في العديد من الأقسام: التجميل وتصفيف الشعر ونكش الحناء وأعمال الصوف والحاسوب والخياطة والتطريز. الصم والبكم تعتبر أول دورة يعني استهدفنا بها هذه الشريحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها، ولنا إن شاء الله معاهم حتى دورات تنمية بشرية، يعني استقطاب أحد المترجمين لترجمة ما يعطى وما يقال لهم في هذه الدورات. الهدف الرئيسي من البرنامج تأهيل هؤلاء النساء وأكسابهن مهنة يستطعن من خلالها نفع أنفسهن والمجتمع من حولهن. كنت دخلت دورة نكش الحناء، استفدت الكثير منها، الحين هذه ثاني دورة في هذا البرنامج، استفدت أيضا. إن شاء الله كل دورة يعني ادخلها وتطور فيها إن شاء الله. الفتيات المشاركات بالبرنامج كلهن عزيمة وإصرار بتغيير النظرة السلبية للمجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغبتهن في المشاركة في الحياة كغيرهن من النساء. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم.